روى أورد الحافظ المزي في كتابه تهذيب الكمال في أسماء الرجال الصفحة 357 عن يحيى بن معين وهو إمام من أئمة الحديث عليه رحمة الله. ويحيى بن معين يتكلم عن رجل قال: رأيت ببغداد وليس بشيء. وقال يحيى بن معين في موضع آخر: كذاب، عن هذا الرجل كذاب يشتم عثمان، وكل من شتم عثمان أو طلحة أو أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو دجال، فهو دجال لا يكتب عنه وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.